الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم نلقاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذا كان الله جل وعلا نهى النساء من أن يضربن بأرجلهن في الأرض خشية أن يعلم ما يخفين من زينتهن، ونهاهن جل وعلا من الخضوع بالقول خشية أن يطمع فيهن من في قلبه مرض، فإظهار محاسن الوجه وجمال الوجه للنساء أعظم فتنة وأشد، وتغطيته من باب أولى. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم احفظ نساء المسلمين من أن يفتن أو يفتن، أو يضللن أو يضللن، أو يجهلن أو يجهل عليهن. اللهم من كادهن فكده، ومن مكر بهن فامكر به. اللهم رد ضال المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة يا حي يا قيوم لمن ساهم في نشر هذا المقطع، اللهم اجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقه من حيث لا يحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على الحبيب المصطفى ما لاح برق أو صفى قمر أو طاف بالبيت حجاج ومعتمرون.